دبي للحديث عن الأسواق العالمية وتأثير هذه المشاريع على نفسية المستثمرين والمخاوف طبعا التي كانت تتجدد في الأسواق، مع سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكوتي. أهلا بك رائد، معي في شرق غرب. بداية، كيف تقرأ الأسواق هذه المشاريع، هذه الحزم الجديدة؟ يبدو حتى الآن العقود الأجلة للأسواق الأمريكية تشير إلى مكاسب وارتفاعات. هل هذه الحركة هي البوست الجديد للأسواق الأمريكية؟ يعني تعتبر هذه الحركة هي أبرز ما ننتظره كنا من بايدن، يعني تمرير هذه الحزمة التحفيزية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الحجم وبهذه الضخامة، وأيضا تضمينها في برنامج أكبر بكثير خلال الثمان أعوام القادمة. نحن عم نحكي على توتال برنامج أكثر من 3.5 تريليون دولار أمريكي سوف يتم تمرير، أو تم الاتفاق نوعا ما على حوالي تريليون دولار أمريكي. هذا رقم ضخم جدا يتم استثماره بالبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني العديد من الإنفاق والسبندينج داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا سوف يكون مكاسبه كبيرة في الأسواق. ولكن أيضا عملية تمويل هذه الحزمة التحفيزية هي ما تؤرق نوعا ما، يعني تمويل هذه الحزمة التحفيزية سوف يكون من مزيد من الضرائب على الشركات، من مزيد أيضا من يعني الرسوم. هذا من شأنه نوعا ما، وهذا ما ينادي ضده حقيقة الجمهوريين ويعني يتذرعون به، وهو عملية رفع الضرائب على الشركات سوف تؤثر نوعا ما سلبا. ولكن الأسواق حتى الآن تتفاعل إيجابا مع هذه الحزمة التحفيزية وتأخذ الجانب الإيجابي منها، وهو المزيد من الإنفاق الحكومي، أي مزيد من النمو والتطور في الأسواق عموما، وبالتالي مزيد من الأرباح لهذه الشركات في الفترة القادمة. ولكن أيضا انتقائية التحفيز مهمة جدا، سوف لن يكون التحفيز لكل القطاعات وإنما للقطاعات المستدامة، لقطاعات البيئة بشكل أكبر، وسوف يكون لصالح الحداثة والاستدامة بشكل أكبر، وهذا قد يضغط على بعض القطاعات التقليدية. طيب، ماذا عن المخاوف من تخطي السقوف الديون المعمول بها من جهة، وماذا عن المخاوف من أن يحدث هذا الإنفاق السريع، ولو أنه سيمتد على مدار سنوات ولكنه إنفاق سريع وكبير في سيضخ في الأسواق، كيف ستنعكس المخاوف من ذلك على إحداث فقاعة في بعض القطاعات؟ يعني حتى الآن نحن مقياسنا هذا الأمر بيكون نظرنا إلى السندات الحكومية أو السندات متوسطة إلى طويلة الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن إنه في عندي هذا القلق أو هذا الخوف بشكل كبير، ولكن الأبرز نحن بننظر له إلى أنه هذا التمويل سوف يكون بطيء تمام مثل ما ذكرتي، تدريجي في نفس الوقت، وفي نفس الوقت أيضا عملية التمويل مثل ما أنا ذكرت من شوي أنه راح تكون نوعا ما فريدة أو يونيك. نحن عم نحكي عن حوالي يعني أكثر من 50 مليار سوف يتم تجميعها من الضرائب أو رفع الضرائب على الشركات. كذلك الأمر في عنا مصادر التمويل لهذه الخطة أكثر من 350 مليار، فيها هي من مصادر يعني إما تأخير برنامج ترامب للميدكير الذي كان قد يعني أطلقه، تأخير هذا البرنامج سوف يوفر حوالي 50 مليار. عملية التمويل فريدة نوعا ما، وبالتالي ذلك يقلل من أعباء تضخم الميزانية الفدرالية بشكل عام، أو أن يكون هناك ارتفاع حاد في الديون. ولكن يؤخذ على أنه هذا البرنامج حتى يعني أنه يحتاج المزيد، أن يعني يكون حجم الحزمة أكبر من ذلك، وهذا سوف ما يتم الحديث عنه لاحقا، على عكس الجمهوريين اللي بيقولوا أنه هذا برنامج ضخم جدا وسوف يكون مثقل. حتى الآن الأسواق لا تترجم هذا الأمر على أنه عبء. هل برأيك رائد فيما دعني أستوقفك في موضوع الأسواق، هل برأيك اليوم سنشهد تراجعات على بعض القطاعات التي أو بعض الشركات، أسهم بعض الشركات تحديدا التي من الممكن أن تتضرر من هذه الضرائب المرتفعة، هذه الضرائب التي سيتم استخدام عائداتها لتمويل هذا البرنامج؟
احنا ذكرنا حوالي 30 مليار التي سوف يتم استخدامها من الضرائب بشكل مباشر، فلا اعتقد ان يكون هذا التاثير الكبير، ولكن تعلمين انه لا تزال يعني موجه الاعلانات الارباح او موسم الارباح هو الاكثر تاثيرا على الاسواق، واعلان الحزمه التحفيزيه التي يسر نحن ما انتهينا، نحن رايحين لسه على البرلمان وسوف يتم التصويت عليها خلال الايام القادمه، يعني حتى ان مرت من الكونغرس نحن في عندنا برلمان، ويعني نتائج التطبيق الفعلي سوف تكون حتى سبتمبر، لأنه في عنا عطلة في الفترة القادمة سوف تكون، وبالتالي هذا يعود بنا لأن الأسواق تتفاعل مع الأحداث الحالية وهي إعلانات الأرباح بشكل أكبر، وبالتالي سوف تبقى مستمرة بالإيجابية. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة.